عبد الكريم خلف الكرة تلعب عرضية بالراس هدف يسجل أتوقع أنه بالنيرار الصديقة يعني ممكن من أقدام اللاعبين لكن هو عبد الرحمن السعيد الصورة على عبد الرحمن السعيد اللي أضاف الهدف الثاني لصالح نادي الهلال في هذه الدقائق كرة عرضية متابعة تحسب للاعب عبد الرحمن السعيد واكتفى هشام أبو حسن بمتابعة